وسهلا حبيبتي. شو خبريني، عجبك المحل ان شاء الله؟ تأمر لبني بضيع بغلات الحقل. اهلا وسهلا، شو بتحبوا تشربوا؟ شو بتحبي تشربي حبيبتي؟ والله مليسه لانه بدنا نرمش علي. شو مليسه؟ لا مليسه. ميلو عينك مدام. شو مدام يا عيني؟ شو مدام؟ آنسة تقبرني. آنسة يا ريتني مدام، صار لي 10 سنين عم بستنى لآخذ هاللقب. شو في؟ ميلو كابتشينو زهورات. كابتشينو؟ لا خلص، اللي بنعرفه أحسن نتعرف عليه. كمان ميلو. تكرم عينك. الله يسلمك. يا عيني شو هي الكابتشينو؟ كثير بحطوا دعايتها بالتلفزيون، جاي على بالي دوقها سعيد. خلاص خلينا على الميلو، اصلا الميلو للرياضيين، ما بتشوفي دعاياته بالتلفزيون؟ رياضيين وله غنيه كمان. شو بيقولوا؟ ميلو هلا يا ميلو. لك امو للميلو هي. باب جانتيه عليك يا كوري. شو الله يسلم لك يا، اخذه على المدرسه. والله شو، لا احزر وين اخذه. هات له. شو علمته سواقه واخذه لعند ابو الملوك مشان يسلمه لك اياه، قال بيجيب غلي اكثر. ايوه قلت لي، بس اوعى عضك. ها دير بالك على حالك. حبيبنا حبيب ولا حبيبنا. روق فيوري روق، في منا كثير هاي المناظر عنا، واكيد عنكم كمان في هيك شكيله. غني لها. ها وا 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 وا. فيوري مزعوج من شي؟ فيوري لك وين رايح شباب؟ طول بالك علي، ما علي بطرقك بوكس بهرلك سنانك. ها حيو فيوري حبابا ضاي عليم بهالعين. بعرف انه ضايقك بحكياته ملك الكيا، عمره ما اغلظه، بس لا تهكى الهم، انت ابن الحسب والنسب وهو جلا. ما بتعرف شو يعني جلا؟ يعني شي مثل الشخر. شغلك مسجلة؟ لا تأخذنا بس إشارة حمراء، هلا بس صير خضرا بنمشي ما من أخرى. لك شو هالصوت عم تطالعي؟ اي اشرب اشربي مثل الاكابر بدون صوت هيك. ها سريع صوت سريع. سعيد سعيد بتعرف انه هذا احلى عيد ميلاد بحياتي، بكفي ما حدا نغص علينا قعدتنا. لك تقبريني ان شاء الله لسه ما شفتي شيء، بكره في سهرانات وطلعات، بس العبي اسمي ميلان ان شاء الله. ادعي لي.